الحراري منطقة صناعية، واحنا هنا في مصنع القدسية للأجهزة الطبية. المصنع بدأت الإنشاءات بتاعته، وإن شاء الله بإذن الله احنا مكملين، المباني لسه بتكمل أهي. إن شاء الله في فترة قريبة بإذن الله هنقدر نوصل إن المصانع دي تنتج وتكون بتصنع وليس بتجمع بإذن الله. المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي دي مرحلة السور حوالين منينا، والمرحلة اللي جاية إن شاء الله كده اللي احنا شغالين فيها وبادئين فيها، مرحلة هنبدأ بالمكان اللي هيبقى فيه الإدارة، هيبقى عندنا مكان للتخزين والتشوين واستقبال الخامات وما شابه ذلك من معدات وخامات إن شاء الله. كده كانت عندنا مشاكل كتيرة في المنطقة الصناعية في الأول، حاليا اتحلت كلها. كان عندنا مشكلة المياه واتحلت، وكان عندنا مشكلة الكهرباء واتحلت، وكان عندنا مشكلة الصرف الصحي، وخلال 6 شهور إن شاء الله يعني هيكون الصرف الصحي كمل في المنطقة. عايزين نوجه بس بالشكر لكل القائمين على العمل ده، السيد المحافظ الوزير محمد بدر. بصراحة يعني لولا ما كانش مشكلة المية ولا الكهرباء ولا الصرف الصحي كانت اتحلت. بنشكر البشمهندس هيثم، بنشكر الأستاذة نجلاء على المجهود اللي عملته في المنطقة الصناعية من بدايتها لحد الآن. الناس كلها القائمين على العمل في الهيئة الاستثمار أو في المحافظة تحت قيادة السيد محمد بدر قاموا بمجهود كبير جدا، وإحنا أصلا كنا فاقدين المشوار ده لحد ما هم أنقذونا بصراحة وحلونا المشاكل كلها في المنطقة الصناعية. وإن شاء الله في أقرب فرصة بإذن الله هتشوفوا منطقة صناعية رقم واحد في جمهورية مصر العربية، هتكون في الأقصر بإذن الله. سعد العماري صاحب مصنع الهنا الرخام والجرانيت. أنا حاليا خلصت المرحلة الأولى بتاعت إنشاءات السور، وشغال حاليا في خرسانات الونش. وبعد ما خلصت مرحلة خرسانات الونش أنا ابتديت في المرحلة الأولى بتاعته، فاضل المرحلة الثانية وهي الأخيرة، وبعد كده مرحلة التركيب. وبعد كده إن شاء الله مشيت الله تعالى كده هبتدي في عنبر الإنتاج بتاع الرخام. هنزل فيه من أحدث المعدات الإيطالية، هجيبها من بره، لأن بإذن الله مشيت الله تعالى كده هعمل أكبر خط إنتاج رخام على مستوى الصعيد من أول سوهاج لحد أسوان. وبعد كده هبتدي في المرحلة الثانية بتاعت خطوط الإنتاج بتاعت الجرانيت. هجيب طبعا معظم المعدات هتيجي من الخارج، منها هيجي منها مكن من الصين ومكن اتحاد أوروبي ومكنتين جايين من إيطاليا. والحمد لله يعني احنا جينا في المرحلة الأولى بتاعت الإنشاءات كنا متعسرين في شوية في قصة المية، بس طبعا بعد مجهودات السيد المحافظ وقف معانا في موضوع المية، وشركة الكهرباء شغالة وشركة المية دلوقتي حاليا شغالة. وطبعا بوجه الشكر لجميع السادة العاملين في المحافظة، منهم السيد المحافظ سيادة المعالي الوزير السيد محمد بدر، وطبعا الأستاذة نجلاء والبشمهندس هيثم. وطبعا احنا في الأول خالص لما كنا مقدمين في المصانع في الأقصر يعني كنا ما كناش مصدقين، بس لما جينا نفذنا على واقع الطبيعة طبعا الأستاذة نجلاء كانت واقفة معانا وقفة راجل، وطبعا السيد المحافظ طبعا بعد توجيهات الأستاذة نجلاء جينا استلمنا ونفذنا. والحمد لله وصلنا للمرحلة ديت، وإن شاء الله بمشيئة الله تعالى كده على شهر 7 نكون دخلنا أول خط إنتاج واشتغلنا. هدفع ليه الفلوس دي؟ الفراغات دي 5 جنيه خط. طب ماشي، ما هدفع على الفراغ 5 جنيه، لكن أدفع ال 25 عشان أكمل ال 30 ليه؟ طب المبنى بتاع حضرتك اليوم هيوصل لكام؟ ما احنا قسمناها لك في حدود ال 1000 متر هتدفع 20 جنيه. أنا دلوقتي حصلنا سلك تمام كده؟ مش محتاج فيه المية. أنا مبنى المصنع بتاع السلك بتاعي على 600 متر. انا بتكلم في الجزء اللي انا هستغله، انت حضرتك هتوصل لي. انا عايز ترد عليه بالمنطق. وانا دفع لك فلوس الشبكه هتساهم معاك في الشبكه دي. لا سؤال ارد عليا بصراحه، انت دلوقتي الشبكه دي وبلاد الشبكه دي انتوا دافعينها كشركه ميه؟ ده سؤال. انت لما بتدفع انت كشركه ميه وانت اللي بتعمل شمات الشبكات بتاعتك الجديده، بتحاسب المواطن او المستثمر او اي شخص على التكلفه دي عشان انت ما تتحملهاش كشركه، صح؟ انا دلوقتي بديك ثمن الايه؟ الشبكه بالكام؟ حصل؟ هتاخد منه سهمه في الشبكه ليه؟ هترد لنا الفلوس تاني؟ لا. المياه والكهرباء، وفعلا سياده الوزير في الحال حل المشكله، وتواصلنا بعد كده مع حضرته واتواصل مع المياه الشرب والصرف، وتواصل برضه مع الكهرباء،
وزللنا العقبات، وفعلا دلوقتي احنا في طريقنا لتوصيل المياه والكهرباء للمصانع، وشغالين هو في ارض المصنع وفي المخازن وفي مبنى الاداره، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله خلال 6 شهور ده حنكون باذن الله المصانع دي ان شاء الله هتشتغل ولح تنتج. بنتمنى من معالي الوزير ان هو برضو ما يبخلش علينا باي دعم،